السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة النهاردة من داخل قصر محمد علي باشا، فخليكم معايا وتابعونا. بيتكون قصر الأمير محمد علي من ثلاث سرايات، من سرايا الإقامة وسرايا العرش وسرايا الاستقبال. أول ما تخش مقر الإقامة هتلاقي في وشك على طول اللي هو النافورة بتاعة القصر، بجانب كمان هتلاقي السلالم الخشبية اللي بتطلعك على الدور التاني، بس للأسف ممنوع الطلوع للدور التاني. سرايا الإقامة دي أول حاجة اتبنت في القصر، ودي كانت المقر الرئيسي بتاع الأمير محمد علي. سرايا الإقامة بتاعة الأمير محمد علي بتتكون من طبقين، الأول بيحتوي على بهو النافورة والشكمة وحجرة الطعام وصالون الصدف وكمان حجرة الحريم والصالون الأزرق. أما بالنسبة للطابق العلوي فبيحتوي على حجرة نوم الأمير والحجرة العربية وحجرة المجوهرات والحمامات الخاصة بيه. القصر هتلاقيه كله معمول على الطراز الإسلامي ما بين العثماني والمملوكي والفاطمي وكمان الفارسي والأندلسي والشامي. دي غرفة الشكمة، وده الجزء البارز بتاعها اللي هو بيبقى من خارج القصر. وده الجزء الخاص بالشكمة من الخارج. غرفة الصالون الأزرق ده كان مكتب الرئيسي بتاع الأمير. هتلاقي السقف معمول بطريقة خاصة جدا من جذوع الأشجار. ولما نروح على غرفة الصدف هتلاقي ان الغرفة دي مميزة جدا، وده لان كل حاجة في الغرفة مصنوعة من الصدف. افضل حاجة بتميز قصر الامير محمد علي ان مفيش ولا سقف بيشبه التاني. اللي هناك ده اول تكييف نزل في مصر، وده كان اول مرة في عهد الامير محمد علي. دي غرفة الطعام اللي كان بياكل فيها الأمير هو وأسرته. الباب اللي هناك دوت كان الخدم بيعملوا الأكل ويجيبوا الأكل من تحت من المطبخ من تحت وبيطلعوه لغرفة الطعام. والصحن اللي هناك دوت وزنه 45 كيلو مصنوع من الفضة الخالص، وهتلاقي فيه ساعة محطوطة ما بين غرفة الصدف وغرفة الطعام. الساعة دي من القرن ال18، أقارب والأرقام بتاعت الساعة دي مصنوعة من الذهب. غرفة المدفاة، غرفة المدفاة دي كانوا لما بيشغلوا المدفاة كانت بتطلع ريحة جميلة جدا في الغرفة. حاليا في سرايا الاستقبال دي مكونة من دورين. حجرة الاستقبال دي كان الأمير محمد علي كان بيستقبل فيها الضيوف، خلينا نبص عليها. الطابق الأول هتلاقي فيه غرفتين، غرفة التشريفات وغرفة كبار المصلين. غرفة الاستقبال ديت هتلاقوها أول ما تدخل على قصر الأمير محمد علي، بتلاقيها أول حاجة على اليمين. غرفة التشريفة ديت دي اللي كان الأمير محمد علي بيستقبل فيها كبار الدولة، وبيستقبل فيها سواء السفراء أو الوزراء في الوقت ده. الغرفة الثانية في الدور الأولاني هي غرفة كبار المصلين، ودي الغرفة اللي كان بيستقبل فيها الأمير كبار المصلين حتى لو كان يوم الجمعة. ¶¶
الغرفة المغربية هتلاقيها كل الطراز بتاعها معمول على الطراز المغربي. المسجد هتلاقي فيه لوحتين، واحدة على اليمين عبارة عن نص تأسيسي للجامع، واللوحة اللي هي بتبقى مكتوبة على الشمال دي مكتوبة فيها كل واحد شارك في بناء الجامع دوت أو في بناء القصر. قسم المسجد لقسمين، القسم الأولاني اللي هو حاجة بنسموها الإيوان الشرقي، وده السقف هتلاقي السقف بتاعه على شكل قباب صغيرة بتساعد في دخول الإضاءة. الناحية التانية هتلاقي الإيوان الغربي، وده السقف بتاعه على شكل شعاع الشمس. الجامع هتلاقيه بالكامل على الطراز العثماني. الاستقبال بتخش من هنا كده، بتلاقي المكان بتاع النوافير بتاعت القصر محمد علي دي كان فيها ميه، ومن هنا دوت البرج بتاع الساعة. هنلاقي كده فوق دي الساعة، وزيها بالظبط هتلاقي زيها بالظبط كانت في محطة مصر. الساعة موجودة في محطة مصر نفس الساعة ديت، هتلاقي دوت البرج بتاع الساعة داخل قصر محمد علي. حاليا أنا في الجنينة بتاعة القصر بتاع محمد علي. على فكرة الجنينة ديت فيها نباتات وأشجار نادرة جدا من جامعة الأمير محمد علي، جايبها من برا مصر، بس حديقة ما شاء الله كبيرة جدا.